طيب نروح طبعا الملف مهم جدا، الثانويه العامه، ملف كل الامهات والابهات وكل البيوت المصريه بتتابعه حتى لو ما لهمش حد في الثانويه العامه. ويمكن كان بعد امتحان الفيزياء شفنا في لغط وفي شكاوى كتيره من الطلاب من اولياء الامور، ده الامتحان كان صعب جدا، كان في اسئله ما لهاش اجابات، وكان وطبعا حرصا من وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مبدا الشفافيه واطلاع الطلاب على تفاصيل ما اثير حول الامتحان. ولسه كنا بنقول لحضراتكم ان امتحان الفيزياء 2024 كان فيه بعض المشاكل. الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني عمل اجتماع امس مع اللجنه الفنيه المختصه بمراجعه ورق اسئله ونموذج اجابات امتحانات الثانويه العامه. الاجتماع خلص ليه؟ هنقول لحضراتكم سريعا بعض النتائج واهمها. اول حاجه ان الامتحان مطابق للمواصفات الفنيه وفي تدرج لمستوى الصعوبه، يعني بنتكلم في 30% للمستويات العقليه البسيطه اللي هو نقدر نقول عليها الاسئله السهله، 40% للمستويات المتوسطه، 30% للمستويات العليا اللي هو نقدر نقول عليه برضو الطالب المتميز. 90% من اسئله الامتحان تم تناولها قبل كده بنفس الافكار في امتحانات نهايه الاعوام السابقه اللي احنا بنتكلم في دور اول ودور ثاني لاعوام 2021 2022 2023. يعني اي حد كان بيتدرب على حل الامتحانات لهذه السنوات عنده 90% من الامتحان، الاجابات موجوده، كمان تم تناولها في النماذج الاسترشاديه. وجود ملاحظات على بعض الصياغات في أجزاء من السؤال رقم 6 نموذج 1 والسؤال رقم 33 نموذج 1، السؤال رقم 20 نموذج ألف، السؤال رقم 14 نموذج ألف، السؤال رقم 41 نموذج ألف، وده ضمن أسئلة الاختيار من متعدد، وده اللي كان بعض أو كانت محل الشكوى اللي هم الأسئلة اللي احنا قلنا عليها حضراتكم دي اللي الطلبة كانوا طالعين بيقولوا إن احنا مش عارفين إجاباتها وممكن إجاباتها تحمل أكتر من إجابة أو الإجابات مش موجودة. بناء على المراجعة الدقيقة للجنة الفنية المختصة قرر الدكتور رضا حجازي اتخاذ الإجراءات التالية في هذه الأسئلة. رقم 1، منح الدرجة الكاملة للسؤال 6 نموذج ألف مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج. منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم 33 نموذج ألف مع مراعاة برضو ترتيب السؤال في باقي النماذج. منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم 40 نموذج ألف مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج. اعتبار الإجابات ألف ودال، يعني في سؤال له إجابتين ممكن يكونوا صح اللي هي ألف ودال للسؤال رقم 20 نموذج ألف، دي إجابات صحيحة مع مراعاة برضو الترتيب بالنسبة لباقي النماذج. اعتبار الإجابات ألف وب برضو إجابات صحيحة للسؤال رقم 14 نموذج ألف مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج. طبعا حاجة مهمة جدا جدا، ونشكر طبعا وزارة التربية والتعليم على التحرك السريع، لأن دي حاجة مهمة وخصوصا طلاب الثانوية العامة وأهاليهم بيبقوا دايما على اعصابهم، وان الطلاب ما حلوش والحقونا وهيبقى مستقبلنا ومش مستقبل، ان احنا نعمل لجنه سريعه ونخرج نقول نتائج هذه اللجنه ونتائج هذه التحقيقات، وفي نفس الوقت بنطمن اولياء الامور والطلاب ان هم هياخدوا حقوقهم كامله، ده طبعا تحرك يعني مشكور الى حد كبير جدا. بنطمن طبعا كل اولياء الامور وطلبه الثانويه العامه وربنا يوفقهم في الامتحانات القادمه ان شاء الله. اللهم امين. والنهارده كمان كملوا الطلبة امتحاناتهم يعني اللغة الأجنبية الأولى، ربنا يوفقهم يا رب في كل المواد، واللي فات خلاص مات، يعني ركزوا بقى في اللي جاي عشان إن شاء الله تقدروا إن أنتوا تحققوا فيه درجات كويسة.